هذه مأساة سيدي، ضرتنا في خاطرنا وجاتنا على غفلة، والحق يتقال. هاد الناس تألمنا لهم بزاف وأثروا فينا، لأن هاد الشيء اللي جاهم هكاك بغتا، وما عرفوش كيفاش حنايا تألمنا عليهم، وهما يلي مات الله يرحمه ويوسع عليه ويجعل متواه الجنة، واللي باقي حي ومجروح ولا مضرور الله يشافيه ويعافيه. وهاد الناس اللي قاموا بهاد المبادرة ديال المساعدة، وهاد الشيء ديال الفراش وديال المؤونة، وحتى اللي حاطين اللي مشاو للحساب اللي تفتحوا كيحطوا فيه الفلوس، هذه مبادرة من عند المغاربة اللي معروفين بالكرم ومعروفين بأنهم تيعاونوا خوتهم. الحمد لله والشكر لله، ونتمناو يا ربي لهم الشفاء العاجل، والله يرحم اللي مات، والله يكثر من امثال هاد الناس اللي شاركوا في هاد المبادره ديال المساعده. الحمد لله احنا كنا مغاربه كنتعاونوا في هاد الحجه، كنوقفوا بيد في يد، يعني دع جميع المغاربه اللي عنده اللي ما عندوش، كلشي الحمد لله واقف مع هاد الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم الله يوصلهم. كنشكروا لصاحب الجلاله وكنصحبوا المسؤولين، حتى هما راه معذبين، حتى هما ما كرهوش يجبدوا كلشي في خطره واحده، ولكن غارب الله راه الناس راك عارف البناء العشوائي راه هو هذا، والانسان كيكون مأثر التأثير ديالو باش كيجبد واحد ميت ولا حي، وكان عندنا واحد الإحساس كبير من أن الإنسان مسكين مات. واش غنقول لك أخويا، ما جيت نعبر لك، الله يرحمهم الله يوسع عليهم، هادشي اللي غنقول لك أخويا، هادشي اللي كاين. وكنبغي نشكر الناس اللي تضامنوا، المغنيين، اللعابة، تضامنوا بزاف ديال الحوايج، أنه التضامن خاصو ديما يكون، وخا الفاجعة اللي وقعت خاصو ديما يكون التضامن. وكنبغي نقول للناس اللي عندهم المسؤولين اللي عندهم الفلوس قادرين أنهم يديروا شحال من حاجة وحاجة، ما يديوش لهم غير الماكلة، وخاصهم يديروا لهم واحد الخيام، يشوفوا أن أحياء الشعبية أنهم فقراء ما عندهم، تضامنوا جمعوا واحد شوية المال وكلفوا شي ناس باش يديو لهم الغطاء والماكلة. الإحسان بحال ما هكذا، بغينا نكون بنادم، بغينا الإحسان بنادم يكون كامل بحال ما هكذا، خوش واحد يهز بواحد، هذا ما عندوش هذا يكمل الآخر، امشي. وش الدولة كذلك تعاون المحسنين وهذو اللي كيديروا البادرات الطيبة، يخفوا عليهم في البياج، يعاونوهم في المازوت ليسانس. بشكل النار من ضرب الزنزال، يعني كل شيء هرب، ما نكذبش عليك، كل شيء هرب. وقعدنا على الاحسن، ما كناش عارفين بان راه غادي يوقع هذا المشكل، قلنا والله يكون شي حاجه، من سمعنا الاخبار بان الناس ماتوا وداك الشيء تاثرنا بزاف، يعني احنا ولاد كازا ما تاثرناش، ولكن الناس الاخرين تاثروا بزاف، يعني بقى واحد الاحساس بزاف، ماشي نكذبش عليك. حاليا دابا انا حاليا والله الا مأثر، يعني حتى داك الشيء اللي كان مع الولاد اللي كنضحك معاهم وداك الشيء مورا الدور التخربيق ما بقاش، يعني ولينا حاطينها في يد وساكتين، كنطلبهم الله تعالى الله يرحمهم الله يوسع عليهم.